السلام عليكم. حتى الوقتاش حنا غتبقى عندنا عقدة النقص، حتى الوقتاش حنا غنبقاو نبغيو ونكونوا غربيين اكثر من الغرب، حتى الوقتاش حنا غتبقى عندنا عقدة المغلوب، حتى الوقتاش حنا غنوليو رجلينا في المغرب وعقلنا في شي بلاصه اخرى. كاين المشكل ديال البوركيني اللي بزاف ديال العيالات مساكن مابقاوش كيقدروا يعوموا في لي بيسين على ود ممنوع، وكنا كنتسائلوا ربما يكونوا مشاكل ديال الليجيان، مع انه ثابته وكاين دراسات اللي كتقول ما كاين حتى شي مشكل ديال النظافه في البوركيني ولا مشكل ديال الميكروبات ولا ديال الفيروسات. الان نفاجئ في بلد مثل المغرب اللي هو بلد مسلم بان امراه محجبه تمنع من دخول مطعم على ود نفس الحجاب. هادشي راه فتنا العقاد. الجمعيات الحقوقيه ديالنا اللي كتهضر على جميع القضايا العالميه وكتدافع على المسلمين في العالم كامل وتستنكر بانه المحجبات في فرنسا وفي امريكا يتم المضايقه ديالهم، راه عندكم مسلمات وسط المغرب بلد اسلامي كيتمنعوا من دخول المطعم.